اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين مشاهدي الأعزاء الرب مع جميعكم العنوان الرئيسي الذي نتكلم عنه في هذه الحلقات هو عبادتنا الليتورجية هي ترتيل عقائدنا الإيمانية في الحلقات السابقة تكلمنا عن الخليقة عقيدة الخلق في الكنيسة كما وردت في النصوص الليتورجية وعند أباء الكنيسة ثم تكلمنا عن قضية سقوط الإنسان وهذه الحلقة هي الأولى عن موضوع سر تجسد الإلهي الذي استوجب من الرب ان ينزل الينا على الارض لكي يخلصنا ويعيدنا الى رتبتنا الاولى. هتكلم اولا عن التجسد الالهي في بعض النصوص الليتورجيه. ثم تعقيب بسيط عما ورد عند بعض عند بعض اباء الكنيسه. في القداس البسيلي بنصلي نقول أنت يا رب الذي تأطأت السماوات ونزلت وتأنست من أجل خلاص جنس البشر وفي صلاة الصلح تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وبنقول هذا الذي أي يسوع المسيح من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتانس ده في قانون الايمان وتعقيبا على هذه الجزئيه بالذات لاحظت في كثير من الكنائس نطق قانون الايمان في هذه الجزئيه غير دقيق فبسمع في الكنيسه بت بنقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس طبعا هذا كلام غير دقيق تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء الرب أخذ جسدا من الروح القدس ومن مريم العذراء ده في قانون الإيمان كما ذكر في مجمع نيقية وبعد خمسين سنة من هذا القانون لما استجدت هردقات جديد على الكنيسة أضيفت كلمة وتأنس لكي تؤكد الكنيسة أن للمسيح نفس إنسانية فما ينفعش نقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس لكن هي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وبنقول أيضا الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحلّ في الحشا البتولي غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة. ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة. في القداس الغرغوري نصلي ونقول: أنت الذي أتى إلينا بجسده غير المتغير وملأت الكل بلاهوتك غير المحصور. ملأت الكل بلاهوتك غير المحصور. وقبلها بنقول أتى إلينا بجسده غير المتغير. هنشرح كل العبارات دي فيما بعد. بنقول أنت بغير استحالة يعني بغير تحول تجسدت وتانست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئه وحدها وصرت لنا وسيطا مع الاب والحاجز المتوسط نقضته والعداوه القديمه هدمتها واصلحت الارضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا واكملت التدبير بالجسد. وبنقول من اجل تنازلك غير الموصوف. انا عايز تنتبه اثناء سرد العبارات الليتورجيه او الابائيه للعباره بتاعه غير الموصوف او ما يشابهها. لان احنا مهما قلنا ومهما شرحنا لا نستطيع ان نشرح السر في أعماقه الكاملة لأنه سر ففي كل في كل قول من آباء الكنيسة أو في بعضهم على الأقل يتكرر عبارة غير الموصوف غير المنطوق به إلى آخره حيبان دلوقتي من أجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الدافع الغاش عندما دنا منك الدافع اللي هو يهوذا بل قبلته بقبلة المصاحبة جاذبا اياه الى التوبة ومعرفة جسارته وبنقول ايضا الذي من قبل تجسدك غير المدرك لاحظتوا هنا كلمة غير المدرك من قبل تجسدك غير المدرك أعددت لنا خبزا سمائيا جسدك المقدس هذا السري والمقدس في كل شيء. القداس المرقصي أو الكيرلوسي بنقول فيه فليهرب عنا الافتخار والشر الأول الذي هو العظمة من أجل الذي اتضع وحده من أجلنا. في صلوات القسمه يقول الكاهن الكائن في حضنه الابوي كل حين اتى وحل في الحشا البتولي غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومه في صلوات سر المعموديه يقول الكاهن ايها السيد الرب يسوع المسيح الذي طأطأ السماوات ونزل إلى الأرض، وفي تسبحة نصف الليل بنسبح بنقول بإهتمام صلاحك طأطأت السماوات ونزلت إلينا، وتزخر الكنيسة القبطية بكم ضخم جدا من النصوص الليتورجية المختصة بالتجسد ولا سيما في الأطوقيات. هقول لكم بعضها مش كلها لأنها غزيرة. بنقول: اسم الخلاص الذي ليسوع المسيح هذا الذي تجسد منك بغير تغيير وصار وسيطا لعهد جديد. يسوع المسيح الكلمة سر أن يخلصنا أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. وبنقول لأن الذي ولد إله بغير ألم من الآب ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء هو اتحاد الاثنين لاهوت وناسوت ده إيمان الكنيسة كده أن الابن ولد حسب الجسد من العذراء بغير ألم، كما أنه ولد من الآب منذ الأزل بغير ألم، وبنقول الواحد من الثالوث المساوي للآب في الجوهر لما نظر إلى ذلنا وعبوديتنا المرة طأطأ سماء السماوات وأتى إلى بطن العذراء وصار إنسانًا مثلنا. ما خلا الخطيئة وحدها. في عبارة مهمة أوي واحنا بنصليها في الكنيسة بنقول وبعد أن صار إنسانا هو الإله أيضا فلهذا ولدته وهي عذراء. وبعد أن صار إنسانا هو الإله أيضا فلهذا ولدته وهي عذراء وتاكيدا لهذا المعنى بنسبح في الكنيسه بنقول لم يزل الها اتى وصار ابن بشر لم يزل الها اتى وصار ابن بشر لكنه هو الاله الحقيقي اتى وخلصنا وبنقول ايضا غير المتجسد تجسد والكلمه تجسم غير المبتدئ ابتدا غير الزمني صار زمنيا غير المدرك لمسوه غير المرء راوه ابن الله الحي صار بشريا بالحقيقه السلام لبيت لحم مدينه الانبياء التي ولد فيها المسيح ادم الثاني لكي يرد ادم الانسان الاول التراب الى الفردوس هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوا هو اخذ جسدنا واعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه دي نصوص ليتورجية لاهوتية ترتلها الكنيسة زي ما تكون بتشرب ميه فالمهم أن نلاحظ تعبير وجعلنا واحدا معه لكن التعبير ده محتاج إلى شرح وهو ما يأتي في تعقيبات أو شروحات أباء الكنيسة ولا سيما البابا أثناسيوس الرسولي لأن الذي على الشروبيم أتى وتجسد منك حتى اتحدنا به من قبل صلاحه الذي على الشروبيم أتى وتجسد منك حتى اتحدنا به من قبل صلاحه في عبارة في غاية الأهمية بنقولها في القطعة السادسة من في أتوقية يوم الخميس وهذه العبارة لازم نتأكد أن احنا استوعبناها عشان هي اللي هتشرح جانب كبير من سر التجسد بنقول فيها كل عجينة البشرية أعطتها العذراء بالكمال لله الخالق وكلمة الآب هذا الذي تجسد منها بغير تغيير ولدته كانسان ودعي اسمه عمانوئيل كل عجينه البشريه اعطتها العذراء بالكمال لله الخالق وكلمه الاب يعني لو تصورنا كده تصور بسيط قريه فيها بيوت واحد لف على كل بيت أخد من كل بيت عجينة حتة عجينة وعجن كل العجين ده مع بعضه عملوا عجينة واحدة وعمل منه خبزة تبقى الخبزة دي بتاعت أنهي بيت من بيوت القرية بالتأكيد بتاعت كل البيوت لأن الخبزة دي معمولة من من كل عجين القرية كل بيت قدم عجينة حتة عجينة اتخلط العجين ببعضه واتعمل منه خبزة ما حدش يقدر يقول ان الخبزة دي بتاعتي لانها بتاعتنا كلنا كل عجينة البشرية اعطتها العذراء بالكمال لله الخالق وكلمة الاب هذا الذي تجسد منها بغير تغيير الكلام اللي احنا بنصليه ده في الكنيسة بالمنظر ده بيأكد الكتاب المقدس لما بيقول هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر ويقول أيضا نحن الكثيرين نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. هنا تناغم قوي جدا بين النصوص الكتابية والنصوص الليتورجية. وأيضا بنقول في الكتاب المقدس في رسائل القديس بولس الرسول: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح أيضا لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد بالاختصار يعني أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا كما يقول القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، إصحاح 12. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. القديس غريغوريوس النيسي بيقول عبارة مهمة جدا، بيقول حيث أن جسده البشري الحامل اللاهوت والمرتفع مع اللاهوت بالقيامة والمرتفع مع اللاهوت بالقيامه لم يكن من عجينه اخرى غير عجينتنا فكما يحدث في اي جسم من اجسامنا ان انفعال حاسه واحده من الجسم ينتشر اثره في الجسم كله المتحد بهذا العضو هكذا قد حدث للطبيعه الطبيعه البشريه هكذا قد حدث للطبيعه البشريه كلها بصفتها كائنا واحدا حيا ان قيامه الواحد منها اي الجسد الالهي الذي من نفس عجنتنا يعني ان قيامه الواحد منها انتقلت منه الى الجميع بسبب اتصال واتحاد الطبيعه كلها حتى امتدت القيامة من الواحد إلى المجموع كله لأن بقوله دلوقتي ده هو صلب إيمان الكنيسة وهو إيمان كنيسة الإسكندرية اللي علمته للعالم كله بيقول البابا أثناسيوس الرسولي لما ولد جسده من مريم والده الاله قيل عنه انه هو الذي ولد مع انه هو المانح الاخرين الميلاد ليوجدوا وكان ذلك لكي يحول الى نفسه ميلادنا فلا نمضي فيما بعد الى التراب كمجرد ترابيين ولكن بارتباطنا بالكلمه الذي من السماء فاننا نحمل الى السماوات بواسطته اعتقد الكلام مش عايز شرح بارتباطنا بالكلمه الذي من السماء فاننا نحمل الى السماوات بواسطته اكتفي بهذه النقطه عشان ننتقل الى نقطه اخرى وهي دفاع بعض اباء الكنيسه كنيسه الاسكندريه بالذات عن اخلاء الله لنفسه وظهوره في الانسان يقول البابا اثناسيوس الرسولي لو كان حلوله في جسد امرا سخيفا وغير معقول لكان امرا سخيفا ايضا ان يتحد بكل الكون ويعطي ضياء وحركه لكل الاشياء بعنايته لان الكون ايضا جسد اما ان كان قد لاقى به ان يتحد بالكون وان يعرف في الكل وجب ان يليق به ايضا ان يظهر في جسد بشري وان يستضيء به ذلك الجسد ويعمل لان البشريه جزء من الكل كسائر الأجزاء ولو كان أمرا غير لائق أن يتخذ جزءا كأداة يعلم البشر بها عن لاهوته لكان أمرا في غاية السخف أن يعرف بواسطة كل الكون أيضا البابا أثناسوس بيدافع عن كيف أن الله ممكن أن يخرج ذاته فبيقول: إن كانوا يتوهمون أن ظهور المخلص في الإنسان الأمر الذي نتحدث عنه غير لائق لأن الجنس البشري مخلوق ومخلوق من العدم فإنه يجب عليهم أن يخرجوه من الخليقة أيضا لأنها هي أيضا وجدت من العدم بالكلمة وفي قول طويل له بيقول عندما ولدته العذراء لم يعتريه أي تغيير ولا تدنس بحلوله في الجسد بل بالعكس إنه قدس الجسد أيضا والقديس كيرلس الكبير يقول حينما تبدو لك أمور إخلائه صعبة القبول تعجب بالأحرى من عظم محبة الإبن لنا لأن ما تعتبره غير لائق به هذا قد فعله بإرادته من أجلك. هقولها تاني. حينما تبدو لك أمور إخلائه صعبة القبول تعجب بالأحرى من عظم محبة الابن لنا لأن ما تعتبره غير لائق به هذا قد فعله بإرادته. من أجلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل أيضا في الحلقة القادمة عن سر التجسد الإلهي ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.